اوتوماتيك اوتوماتيك وين تقلب عندها مانيوال مانيوال بياسي كليك على بياسي هذه هذا رومبليساج اما ركزت هنا عدد السيارات التي التي جهزت باطقم استعمال جي بي اس حوالي 650-660 الف سياره كون سعره يمثل خمس سعر البنزين هذا الحافز الاول وهذا ليس حافز من قررته النفطال ولكن هذا حافز قررته الحكومه الجزائريه لتدعيمها بتدعيمها هذا التدعيم الكبير لهذا الوقود يوم توعوي باش الناس الفي الكونترول تاعها تاع لو جي بي ان يديروا بيريوديكمون خصوصا في دخلات صيف يعني كيبدا كيبداو لي موا هادو مسخونين من جوان وروح واحد قبل فان مي ولا يبدا يدير لو كونترول تاعو باش نستعملوا سير غاز يجب ان تتوفر على مجموعه من الاحتياطات وهي تفقد القاروره في دوريا وكذلك ان تتضمن السياره على لافته خاصه بانه هذه السياره تشتغل بسير غاز توضع في وراء او مخيره السياره وكذلك حول جهاز اطفاء في السيارات الصغيره يكون على الاقل 2 كيلوغرام وفي السيارات او في السيارات ذات الحجم الكبير او الوزن الثقيل تكون 4 كيلوغرام على الاقل.